وتعالوا معانا نتعرف اكتر على اخر كواليس مهرجان العلمين. هنروح مباشره للعلمين وزميلتنا جومانا ماهر اللي هتقول لنا اخر التفاصيل والاجواء هناك. مساء الخير يا جومانا. مساء الخير عليك يا ليلى ومساء الخير على كل مشاهدين القناه الاولى في كل مكان. الحقيقه انه يمكن في البدايه انا سمعت كنت بتتكلمي عن الاجنده اللي كانت متعلقه بالانشطه والاكتيفيتيز اللي موجوده في مهرجان العلمين، بس انا جايلك بقى باجنده الاسبوع الجديد كلها يا ليلى، فخليني اقولها لك وانا للساده المشاهدين عشان اللي ما لمش شنطته واللي ما جهزش نفسه واللي ما عملش حسابه يا دوب يلحق. بصي يا ليلى، في يوم 25 يوليو طبعا حفل فرقه المصريين، واعتقد في ناس كتير قوي في جيلنا تحديدا بيحب كمان فرقه المصريين قوي وليها اغاني معلقه في دماغنا لحد النهارده. و26 يوليو في بطوله الكره الطايره، بطوله كره السله برضو سلام جام، والحدث الاكبر والابرز طبعا حفله النجم تامر حسني. الناس كلها الحقيقه بتتكلم عن الحفله دي من دلوقتي يا ليلى، وكل الناس قاعده بتشوف كده ايه اللي هيحصل في الحفله دي تحديدا. تامر حسني معروف ان طول الوقت بيقدم مفاجآت وبيقدم عروض مختلفه على المسرح، ما بيحبش كده يبقى ليه طله عاديه، دايما بيكون ليه طله مختلفه وبيكون عنده اخبار كده افكار اوت اوف ذا بوكس. فاحنا مستنيين نشوف كمان تامر حسني هيعمل ايه على المسرح، اكيد هيكون في مفاجآت، ده بجانب طبعا بقى العروض اللي بتكون موجوده معاه على المسرح ومع اغانيه وكل ده. وتامر حسني يعني خلينا نقول انه من اكتر النجوم اللي ممكن يكون ليه شعبيه من اجيال كمان مختلفه، حتى ده باين الحقيقه على موقع تذكرتي وحجز التذاكر اللي تقريبا خلاص قربت تخلص. فطبعا هيكون معانا كمان يوم 26، يوم 28 بقى 28 يوليو مباراه اساطير كره القدم. في فعاليات طبعا مستمره معانا زي ملاعب حجوزات ملاعب البادل والبيتش سوكر وكمان الباسكت بول، الباراموتر كمان لسه مكمله وعروض منطقه الحيوانات الاليفه. ده لو بنتكلم على الاكتيفيتيز اللي موجوده في الاجنده المتعلقه ممكن بالكونسرتس وبالرياضه. في كمان الفستيف ارينا يا ليلى، دي بيكون فيها طول الوقت بيكون فيها عروض تانية وبيكون فيها اكتيفيتيز كمان مختلفه، وبيبقى فيها كمان ملاعب للاطفال وملاهي للاطفال، وبيكون فيها اماكن وبيكون فيها كمان ممشى اللي حابب ان هو يركب عجل، اللي حابب ان هو حتى يتجمع مع عيلته في جو حلو كمان هيتبسط. لو رحنا المسرح الروماني هنلاقي كمان في عروض لفرق فنيه زي ما كنت بتتكلمي، فرقه الانفوشي، كل الفرق التراثيه، التنوره وغيرها موجوده كمان في المسرح الروماني. فعاليات ثقافيه كتير جدا الحقيقه يا ليلى متعلقه بالفرق التراثيه، السيرك كمان موجود لسه معانا، كل اسبوع بيكون في حاجه جديده يا ليلى. وخليني اقول لك انه النهارده الاربعاء وده يوم في نص الاسبوع طبعا، فمن المفترض او من المتوقع انه ما يكونش في يعني تواجد كبير قوي، لكن الحقيقه انه في تواجد كبير جدا، في نسبه اشغالات عاليه جدا يا ليلى موجوده الحقيقه في مدينه العلمين، ان كان من المصريين او طبعا اشقائنا العرب او حتى سائحين اجانب. وخليني اقول لك انه النقطه دي كمان تحديدا يعني كان في سائحين اجانب لكن ما كانش بالقوه دي، دلوقتي احنا شايفين تواجد قوي جدا للسائحين في مدينه العلمين. ويمكن انا من شويه كنت بتكلم مع حد منهم هنا كان بيتكلم على الجو، كان بيتكلم على المناظر، كان بيتكلم على البيتش الموجود هنا، البيتشز الحقيقه الموجوده هنا، البحر الموجود هنا. خليني اقول لك ان حقيقي إن ال ال السائحين مبهورين بكل حاجه موجوده هنا الحقيقه. كنت اسالك بالخدمات اللي بتقدم ليهم، بنظافه المدينه نفسها يا ليلى. كنت اسالك على الموضوع ده يا جومانا، انت قلتي اجنده الاسبوع جاي مليانه بالاحداث، ومع نهايه الاسبوع كمان احنا مستنيين بكره وبعده حفلات قويه بالتاكيد، لكن مشاهداتك، انت اتكلمتي عن وجود السياح، انت من اول المهرجان تقريبا هناك، الدنيا ازاي اختلفت مع الدعايه كمان اللي معموله مع التسهيلات والمواصلات اللي اعلنت الوزاره انها هتبعتها لهناك او هتسهل على المواطنين اللي عايزين يروحوا، شايفه الدنيا بقى شكلها ايه؟ زي ما كنت بقول لك بالفعل احنا يوم في نص الاسبوع، في تواجد قوي، في زحمه موجوده، وفي نسبه اشغال عاليه جدا يا ليلى. خليني اقول لك انه كمان يمكن الناس يعني في فئات مختلفة موجودة هنا، كل الفئات موجودة هنا، كل اللي عايز يلاقي اكتيفيتي معين او نشاط معين او عنده اهتمام معين بالفعل بيقدر ان هو يتابع الاهتمام ده، وبيلاقي حاجات كمان
مهمة وقوية، ويمكن لو هنتكلم على مثلا العروض الفنية أو الثقافية أسماء محترمة جدا موجودة هنا يا ليلى، فالحقيقة بيجي هنا وبيستفيد وبيتبسط. اللي حابب الفعاليات أو الأنشطة الرياضية الأكتيفيتيز الرياضية بيجي يلاقي كمان اكتيفيتيز قويه جدا وانشطه قويه جدا هنا موجوده. زي ما قلت لك كل الفئات موجوده. لو هنتكلم على نسبه الاشغال من المصريين قويه جدا، نسبه الاشغال من اشقائنا العرب قويه جدا جدا، نسبه الاشغال من السائحين اعلى من المتوقع بكتير. كل ده لازم عشان نلاقي هذا المشهد او نشوف المشهد ده يا ليلى كان لازم يكون فيه سيرفيسز او خدمات مقدمه على اعلى مستوى. لما تلاقي ناس هنا قاعده وبتقعد فترات طويله، او حتى لو المصريين اللي بيروحوا وبيرجعوا لازم يكون اكيد لقوا حاجه تشد انتباههم وتحمسهم ان هم بيروحوا ويرجعوا. السائحين لازم يكونوا لاقين سيرفيسز واكتيفيتيز موجوده هنا عشان يقدروا ان هم يقضوا اجازه طويله هنا. ده حقيقي اللي موجود هنا يا ليلى. فاللي لسه ما شافش مدينه العالمين واللي لسه ما جربش او ما حضرش اي حاجه من الفعاليات، اي فعاليه من الفعاليات اللي بتحصل هنا في مهرجان العالمين، فايته كتير جدا 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 الحقيقه يا ليلى. احنا كمان شايفين حراك على مستوى الحكومه، وفي كمان زيارات من الوزراء، وفي طبعا منافسات رياضيه اتعملت ما بين الوزراء، وفي انشطه كتير شايفينها على مدار اليوم. لكن في الوقت اللي انت موجوده فيه حاليا، ايه ابرز الانشطه اللي موجوده دلوقتي المتواجد في العالمين الجديده بيستمتع بيها؟ الحقيقة في عروض في المسرح الروماني يا ليلى، فرق كتير جدا يمكن بدأت ولسه في فرق تانية بتستعد لعرض عروضها على المسرح الروماني. الفعاليات الرياضية كمان في بعضها شغال في الفاستيف أرينا. في كمان يمكن لو هنتكلم على السير كمان لسه موجود، في حاجات كتير جدا موجوده. طول ما انت ماشيه انت شايفه مهرجان وشايفه احتفال وشايفه بهجه وشايفه منظر حلو وحاسه بجو حلو، والناس هنا بجد. يعني لو هتكلم على حتى الفئه العمريه يا ليلى، الكبار والصغيرين كل واحد عنده حاجه يعملها، حاجه هو حابب ان هو يقوم بيها، حابب ان حتى لو حد حابب يجرب مغامره جديده وتجربه جديده كمان موجوده هنا. زي ما قلت لك يا ليلى كل حاجه الحقيقه موجوده في مدينه العالمين وفي مهرجان العالمين. بهجه، فرح، رسب، سعاده، غنى، ثقافه، عروض فنيه، كل حاجة موجودة هنا، كل الفاسيليتيز، كل التسهيلات، كل الخدمات موجودة هنا. لو أتكلم على نظافة المدينة ليلى، الحقيقة مش عارفة أقولك إيه حقيقي. مرة تانية بوجه الشكر لكل القائمين على نظافة مدينة العالمين، مجهود الحقيقة هايل. يمكن حتى لو هتكلم بس يا ليلى على فكرة المشروعات اللي موجودة، المشروعات الصغيرة اللي موجودة هنا على طول الممشى، هتعرفي إنه بالفعل كان في رؤية وكان في هدف انه الشباب يلاقي فرص عمل ويقدر يوفر لشباب غيره كمان فرص عمل، وده اللي بالفعل موجود. فحقيقي هو جو هنا مليان بهجة ومليان سعادة ومليان تعاون ومليان فن ومليان طاقة إيجابية. وزي ما قلت لك خلاص احنا بنتحضر للويكند او نهاية الاسبوع اللي بيبقى فيها معظم الفعاليات. أكيد. والحقيقة انه يمكن إدارة المهرجان كل شوية كده بتدينا مفاجأة. يعني احنا عرفنا انه في مفاجأة يوم 1/8/1 اغسطس لحفلة لنجوم الكاسيت، النجم إيهاب توفيق، هشام عباس، محمد فؤاد، خالد عجاج، فدول نجوم حقيقي وحشونا وحشنا جيلنا كمان تحديدا يا ليلى. يعني الاجيال الصغيره ممكن تكون لسه جيلنا احنا تحديدا، الحقيقه هيبقى سعيد جدا. ده حقيقي الحفله كانت مفاجاه يا جمانه، غير الحفلات اللي كانت منتظره او معروفه معلن عنها مسبقا، دي كانت حفله يمكن فجاه تم الاعلان عنها. صحيح. في نهايه الويك اند الجاي اكيد مجموعه كبيره من الناس هتكون مستنياها وهتحرص انها تروح تشتري التذاكر وتروح تستمتع بحفله كاسيت ال90. جمانه تلاقيش يا ليلى، انا حجزت لنا تيكتس يا ليلى، عملت اتمنى حسين. يكون في فرصه ان انا اروح، يعني مش عارفه اكون هنا في الاستوديو ولا ممكن اجي احصلك. جمانه احنا اكيد هنكون معاكي على مدار الحلقه نعرف ايه الجديد عندك لحد اخر لحظه، وزي ما ذكرتي كتير من الانشطه لسه موجوده وكتير من الفعاليات هتكون في الويك اند، ويك اند قوي مليان حفلات وفعاليات. نتمنى ان كل اللي يقدر يروح العالمين الجديده يروح ويستمتع بكل اللي انت قلتيه يا جمانه. انا بشكرك شكرا جزيلا واكيد هنرجع لك تاني.